السلام عليكم الطلاب الأعزاء. اليوم عندنا موضوع أدوات الربط because, so, or. طبعا هذه الأدوات تأتي في بداية الجملة وفي منتصف الجملة، وتعتبر أحد المواضيع المهمة في المراحل المتوسطة والإعدادية. ناخذ الحالة الأولى والأداة الأولى، موضوع so. موضوع so تأتي so وراها نتيجة وقبلها سبب في الجملة، وهناك وهذه الحالة تنطبق حسب القاعدة. ناخذ موضوع سو، وسو قاعدته بالبداية تأتي سبب، وسو تأتي في منتصف الجملة، وبعده تأتي حالة النتيجة. ناخذ مثال على هذه القاعدة: It was tried, so I didn't go to school. لماذا هو لم يذهب إلى المدرسة؟ وذلك إنه تعب. اجتي بعد سو نتيجة. ناخذ الحالة الثانية because تأتي بمعنى سبب، وتعتبر أحد الأدوات المهمة باللغة الإنجليزية والشائعة كثيرة الاستخدام. وهذه because لها قاعدة: أولا تأتي في بداية النتيجة، وbecause في منتصف، وأخيرا سبب. وأحيانا تأتي because في منتصف الجملة وفي بداية، يعني بحالة العكس، because تأتي في البداية وتأتي في المنتصف حسب قاعدتها. وناخذ مثال على هذه الحالة لموضوع because: I couldn't buy that car because I didn't have enough money. أنا لا أستطيع شراء السيارة وذلك عدم توفر المال بما فيه الكفاية. إذن لاحظنا because في منتصف الجملة وأتى بعدها سبب بعد because. وناخذ الموضوع الأخير والحالة المهمة لموضوع or. or تجي لاختيار بين شيئين اثنين. For example, did you like tea or coffee؟ يعني or اجت في منتصف الجملة وهي تخير بين شيئين: هل تحب الشاي أو القهوة؟ اجت في منتصف الجملة or للخيار بين شيئين. والمثال الثاني ناخذ على والأخير: Did you like go to market or stay at home؟ هل تذهب إلى السوق أو تبقى في المنزل؟ ونلاحظ or جت في منتصف الجملة وبعدها يعني مخير بين شيئين: هل تبقى في البيت أو تذهب السوق؟ يعني نلاحظ حالة اختيارية بهذا الموضوع. نرجو من الطلاب الإعجاب بهذا الفيديو المبسط والقصير. شكرا لكم.